خلينا نيجو لزلاطرا وخلينا نشوف طاقتك. انت تهم مان بس هنجد مان مقلوبة. ايه لا صحيح صحيح، انت شكلك متعلق و مش قادر تفك نفسك، لانك انت شايف في شيء وراك مصيري انت متعلق فيه، سواء كان علاقة او عمل. انت في علاقة شايفها انت هي كمصير الك، او في قرار انت مش قادر تاخده لانه شايفه قرار مصيري، يعني يمكن يغير كل مصير حياتك او مجرى حياتك كليتها. كمان انت متعلق بشخص، شايفه شخص يمكن شوي متقلب المزاج، عنده تقلبات في مزاجه كعجلة الحظ، يوم معك ويوم إلك. يمكن انت كمان بانتظار قرار مصيري، مش معاك القرار لكن انت بانتظار قرار مصيري من هذا الشخص. هل تفك نفسك من هذا، من نفسك من هذا التعلق وتمشي وتسيب، ولا تضلك مع هذا الشخص؟ المهم انك انت مش قادر تاخد قرارات، مش قادر تمشي لقدام، مش قادر تكمل في مصيرك. الشخص هذا وراك شكله حازم جدا، وانت بتستنى منه في قرار على فكرة الشخص هذا، لانك انت عارف انه الشخص هذا اذا اعطى قرار خلاص يكون هو صادق فيه. هو شخصيته جدية جدا وجامد هذا الشخص، لكنه هو ما ياخذ القرار على فكرة، ما ياخذ القرار، بس هو ما قالكش عنه لسه. تمام، انت في العمل كنت تستنى في ترقية في من مديرك، او تستنى في مثلا تحصيل اتعابك، انت بانتظار انه يحكموا لك في اتعابك. يمكن انت في عملك مدير ومثلا اللي تحت ايد المدير. احتمال هذا الشخص يكون في ارتباط غيرك انت، وانت بتنتظره ياخذ قرار بينك وبين الشخص هذا. الشخص هذا ما ياخذ قرار، لكن شوي مجمد قلبه، يعني مش مشاعر، ما ياخذ قرار عقلاني. طيب خلينا نشوف المرتبطين. الشخص اللي شايفك انك انت شخص عنيد جدا، شخص دائما متجاهله، للمرتبطين احنا بنحكي، شخص دائما متجاهله، مو حب لنفسك، كمان شايفك انك انت تحب نفسك، تحب ذاتك، اناني بعض الشيء. It's up to you. طبعا الموقف متوقف عليك، عشان عن جد فعلا هو شايفك انه كل اشي واقف عليك انت. طيب و شايفك انك انت عنيد، لا تقبل بالاقلية، شخص تنتقي كل شيء بالعند، مش متروي. هو شايفك انك انت متروي، لكن انت مثلا اذا الاشي بعكسك بتعاكس هذا الشخص فبتاخذ القرار. شايفك انك انت بتعينده، احتمال انك الشخص هذا طلب منك طلب وبستنى منك قرار متعلق في المصير، احتمال كبير. هو كأنه عرض عليك عرض ومستني منك انت تبوح في كلمتك، احتمال العكس، انت عرضت عليه عرض ومثلا حطيت انه هذا القرار اللي راح ياخده مصيري، انه بعدها راح تقطع مثلا. في عرض واقف بينك وبين هذا الشخص، هذا الشخص بيستنى منك يا اما ردة فعل يا اما انت بتستنى منه ردة فعل. بس انا حاسس انه انت يعني الشخص هذا عارض عليك شيء، لانه بقول لك هون it's up to you، يعني الموقف واقف عليك انت، انت صاحب القرار. فالشخص هذا عارض عليك شيء وانت مطنش هذا الشيء، مطنشه ومش معطي للشخص ده قرار، انت واقف في القرار مش راضي تاخده.
لان انت شايف ان هذا القرار اذا حكيت يس او نو هو قرار مصيري، فكأنك انت متأني وصابر وفي صبر في قمة صبرك، وداخل في نفسك كبرج عذراء بتحلل وبتحاسب نفسك وبتراقب هيك شغلات. لهيك الشخص هذا شايفك عنيد جدا، وانت كأنك انت قاعد بتعاند فيه. احتمال يكون بينكم اطفال، ونقطة القوة بيناتكم هي الأطفال على فكرة. يمكن هذا الموقف إنه عرض عليك مثلا نبقى مع بعض، انتوا تبقوا مع بعض عشان الأطفال بس، مش علاقة كاملة بس عشان الأطفال. أنا يعني شايف إن فيها تدخل أطفال، أو الشخص هذا عرض عليك مبلغ إنك أنت تدير بالك على هدول الأطفال، لحتى يعني إنه يضلوا معك الأطفال وهو بيصرف عليهم مثلا مبلغ مالي، أو الشخص هذا بطالب إنه يشوف الأطفال أو إنه يجيبوا الأطفال معاه. لأن أنا شايف في بينكم مرحلة انفصال مش صايرة بس بدها تصير احتمال. خلينا نشوف. طيب هون طيب شو نقطة القوة بينكم؟ الاتحاد. انتو شكلكم كل واحد برأيه أو متشبت برأيه، دائما متشبت في رأيه، لكن نقطة القوة بيناتكم هي إنكم تكونوا متحدين ومتفقين على رأي واحد. أنت شكلك لأ، متردد دائما، ودائما رأيك أنت متشبت في رأيك. فهون بقول لك القوة بيناتكم إنكم تكونوا في اتحاد مع بعض عقلي وعاطفي وعملي. احتمال أنتوا مع بعض في العمل، والشخص هذا مثلا عرض عليك عمل آخر او انه هو يكون معاك في العمل. احتمال يكون نقطة القوة بيناتكو لحتى تضلوا مترابطين مع بعض انه يكون العمل بيناتكو اقوى، او تكونوا مع بعض في العمل. طيب شو نقطة الضعف؟ نشوف انتو زي ما حكيت لكم، انتو كل واحد متشبت في رأيه، في فجوات كبيرة في هاي العلاقة بتصير هي من وراء العصبية الزايدة بيناتكو. كمان انه انتو زي دائما بيناتكو غضب غضب. الغضب هو اللي بيضعف هاي العلاقة، خليها ضعيفة او مهددة بالانهيار في اي وقت، وعدم يعني تبادل الاراء. انتو بتتبادلوش الاراء، كل واحد باخد قراره من نفسه. حتى لو بينكو اطفال مثلا بتفكروش في الاطفال قد ما بتفكروا مثلا في ذاتكو في نفسكو. فانتو كل واحد متشبت في رأيه وما بيستشير التاني على العمل على الأطفال، لا انتو كل واحد بقرر قراره بروح يرميه للتاني، وانت حر تقبل أم لا تقبل هذا الشيء برجع لك. طيب شو نوايا الشخص هذا؟ أو شو مخبي عنك؟ وشو نوايا الشخص هذا مخبي عنك؟ إنه 6 of wand. شخص اللي مخبي عنك انه ينتصر امام الاخرين، امام الناس او امام اهله مثلا، داخل بتحدي مع اهله انه هو اللي تمشي كلمته، لانه مثلا عائلته عارفين انك انت شخص عنيد ولا تقبل مثلا بالشيء اللي عرض عليك، فهو مراهن هذا الرهان. بعدين هذا الشخص مخبي عليك انه هو متكبر وبحب الانتصارات، لكن بيكون زي ال بيتنازل شوي عشان يوصل للأكبر، عنده شوية تنازل حتى يوصل للإشي القمة، بحب يوصل للقمة دايما، بحب هو يكون مسيطر. مش باتفاقية منكم أو تكونوا متحدين على رأي واحد، لكن هذا الشخص بحب يكون هو المسيطر، هو القائد القطيع، هو القائد في المنزل، هو اللي كلمته تمشي. عشان هيك هو شايفك انك انت عنيد، هو شايفك انك انت كلمتك تمشي مثلا في هاي العلاقة، وهو بحب يفرج الاخرين انه هو الشخص هو اللي ممشي هاي العلاقة، هو مدير امورها. الشخص هذا مخبي عنك انه هو بحب شوفة الحالة، او بحب يفتخر ويتباهى انه هو مثلا هو القائد، هو اللي بيقود هذا هاي العلاقة، او
بقود هذا المنزل او اي شيء شو ما كانت نوع علاقتكم، هو بحب الانتصارات. الشخص هذا شو ما كانت تكلفه، الشخص هذا بحب الانتصارات. طب هو شنو هي من ناحيه العلاقه؟ هو يعني انا شايفها انه هو اللي يكون متحكم في العلاقه، هو المتحكم الوحيد. هو بده تكون العلاقه متحده متوازنه، لكن شرط انه يكون هو المسيطر، هو ماسك زمام الامور، هو ماسك كل شيء. فالشخص هذا، فالنصيحه بقول لك انه الموقف متوقف عليك انت. وفي موضوع اطفال بيناتكم، اذا في نزاع على الاطفال فالشخص هذا حابب وعنده رغبه كبيره انه يفوز بالطفل اللي معك. فانتبه من هذا الشخص، حابب انه هو يكسب. انا حاسسها هيك يعني، انه بده يكسب، بده يفوز عليك، او بده يتوازن، يبين امام الجميع انه هو اللي كسب، هو كسب هاي الحرب، او هو كسب وضعه في العلاقه كقائد، وانه عرف انه يلفك بكلمتين او بعرض او خلينا اشوف اكثر عشان ما نظلموش يعني الشخص هذا. بس انت تذكر انه ترى الكوين اوف وند، ملكة العصر. الشخص هذا ناوي انه يغريك في عرض ما، ناوي يغريك في عرض ما. الشخص هذا شكله منجذب لك، لكنه حسك انك انت اعلى منه. انت شخص مثلا وضعك الاجتماعي اعلى، شخص مهتم في ذاتك جدا. هو ناوي يفرجيك انه هو نفسك، كحبك لنفسك هو نفسه يحب نفسه كمان. بس في اطفال في الموضوع، ممكن انتوا في نزاع بيناتكو على الاطفال، واذا كان في اتفاقية على الاطفال بيكون افضل بيناتكو. اما الصراعات اللي راح تصير هي راح تكون مش لصالحكم ولا لصالح الاطفال، لكن الموقف هو الاطفال والموقف اللي انت فيه هو متوقف عليك انت يا برج العذراء. طيب خلينا نشوف المنفصلين. هو بيحكوا لك في غضون الاشهر القليله القادمه، حسنك الصحة is good. طيب عشان افهمهم مع بعض امسكهم. انت احتمال هذا الشخص جديد في حياتك وعلاقة جديدة، هي طازة احتمال البعض منكم، ودخلت في العلاقة سريع سريع وطلعت منها سريعين جدا. انه هو شايفك شخص قلول، انت قلق. انت يا برج العذراء بقول لك فعلا انت قابلت الشخص المناسب. احتمال انت صحتك تعبانة، لانه هو شايفك برضه تعبانة، هم بيقولوا لك فيه بيطمنوك فيه للصحة تحسن. طيب أول شيء شو مشاعره من ناحيتك؟ هو شعر إنك أنت، هو حاسس بإنجذاب ناحيتك، وحس إنك شخص عقلاني جدا ومسيطر على عقلك، لكن في أنا شايف في تناقض يعني الإحساس. خليني أشوفها شوي. تعرف الشخص هذا شو شايف عندك؟ شعر انك انت عزيز النفس، عندك عزة نفس. وليش؟ لانه شايفك انك انت شخص قلوب، وبعدين شايفك انك انت شخص عندك مستعد ترحل، ولا مثلا تخلي هذا الشخص مثلا يذلك او يهينك او ايا كان، او مثلا يعرض عليك عرض تحس بالظلم من ناحيته، يعرض عليك يساعدك بالمصاري، يساعدك في العمل، يساعدك باي شيء. فالشخص هذا شايف انه انت عندك عزة نفس عالية جدا جدا، وكأنك انت مثلا شخص لا تميل لمصلحتك، شخص لما تحس الامور صار بدها حسم تحسمها، يعني شخص قاطع كالسيف.
هو كيف بفكر فيك؟ هو بفكر فيك هارفن، شخص تشوفك عقلاني، وانت بتميل في العلاقات للزواج او للعلاقات اللي فيها تفكير في العقل مش في القلب وبالمشاعر. يعني انت شخص تميل للعقل مش للمشاعر، شخص انت ميولك للارتباط للزواج طوالي بدون لف ودوران وعلاقات طويلة الأمد، لكنه هو شايفك انت او بفكر فيك كزواج، وهو بده يعطيك قرار لزواج. هو كيف كان شايفك في الماضي؟ وكان شايفك قلوق جدا جدا جدا، كان شايفك انك انت بتفكر كتير، وانت فعلا وشايف انك انت بتفكر جدا جدا قبل ما تعطي القرارات، قبل ما تعطي القرار كان شايفك قلوق جدا جدا، والقلق والتفكير مسيطر عليك اكتر من المشاعر. كان انت لا تملك مشاعر الا بس تفكير وعقل، يعني انت مثلا مش مشاعرك بتقودك في العلاقة، انت يعني هل يصح او لا يصح في العلاقة. وانا شايفك انك انت عندك رهبة من اللي حواليك او الناس اللي حواليك، او في ماضي مرقت فيه انت كأنك مش مفكر انك انت تفوت في هاي العلاقة. مدام قالوا لك انه في هون شفاء، انا اتخربطت فيها، بس مدام انه شايفين انه في هيلينج شفاء لك، معناته انت شخص اما مارق في علاقة وحاسس ب انه فيش عندك ثقة في الأشخاص أو